الجعفري وكيد أن كل المحاولات المستميتة لتشويه الحقائق لن تثني سوريا عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب. الخارجية السورية تؤكد استعداد سوريا لاستئناف الحوار السوري دون تدخل خارجي أو شروط مسبقة. والجيش السوري يعيد الأمن والاستقرار إلى مزيد من الأحياء في حلب ويؤمن خروج المدنيين من أحيائها الشرقية. مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الثالثة من الأخبارية السورية في العاصمة دمشق. عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الكندي، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن كل المحاولات المستميتة لتشويه الحقائق لن تثني سوريا عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب. في محاولة لتغطية هزيمة الإرهابيين في حلب بعد فشل إنقاذهم عبر مجلس الأمن الدولي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع كندي غير ملزم مدعوم من الدول الغربية الراعية للإرهاب، وذلك لزيادة الضغط على الحكومة السورية التي رأت في القرار دعماً للإرهابيين في حلب. كندا التي شكلت رأس حربة في مشروع القرار بالنيابة عن دول الغرب وتركيا والسعودية وقطر، ارتكبت كما أشار الدكتور الجعفري مخالفة كبيرة للميثاق لأنها تجاوزت مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى أنها لطالما وقفت ضد مشاريع القرارات التي تدين الممارسات الصهيونية والمستوطنات في الجولان السوري المحتل، كما ساندت العقوبات أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. أن سبب مآسينا وكوارثنا في المنطقة هي إسرائيل، هي التي أدخلت التعصب الديني والتطرف العرقي والتطرف الديني إلى منطقتنا، وهي التي أدخلت مفهوم الاحتلال، احتلال أراضي الغير إلى منطقتنا، وهي التي يصدر بحقها على مدى 60 عاماً 70 عاماً من تأسيس هذه المنظمة الدولية قرارات بالمئات تدينها وتدين سياساتها الاحتلالية والعدوانية. من جانبه، أكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة رفض بلاده لمشروع القرار غير الملزم، ورأى أن الهدف منه هو اتهام الحكومة السورية وتجاهل خطر الإرهاب. إنه مشروع قرار يشجع داعمي الإرهابيين الذين يؤججون هذا التهديد، وإن بعض الأطراف في المنطقة تتسبب في دعم هذا التهديد، وهذا المشروع لا يتضمن مطالبة بوقف الأعمال القتالية من قبل الإرهابيين. التصويت على القرار بوقف الأعمال القتالية في سوريا هو محاولة يائسة لإضعاف الروح المعنوية للسوريين وتصعيد الضغوط على الحكومة السورية. تعليقا على تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الجمهورية العربية السورية تعلن عن استعدادها لاستئناف الحوار السوري السوري دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة. مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين قال أن الجمهورية العربية السورية تشير إلى أن ديمستورا لم يحدد موعدا لاستئناف هذا الحوار منذ توقفه في شهر أيار الماضي، وكان ديمستورا دعا في عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن إلى استئناف الحوار في سوريا، وقال إن الوقت حان للنظر بجدية في إمكان إحياء محادثات سياسية. وسط حالة من الهلع والانهيار في صفوف التنظيمات الإرهابية واستسلام عدد كبير من المسلحين، أعادت وحدات من الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى مزيد من الأحياء في حلب. من حي باب النيرب، مراسل الإخبارية أحمد صادق.
متابعينا الإخبارية السورية، نحن الآن نواكب عملية الجيش العربي السوري والقوى المؤازرة له، ونحن الآن تحديدا بمنطقة باب النيرب الذي سيطر عليها الجيش العربي السوري والمناطق المحيطة بها من منطقة البلورة والشيخ لطفي وكروم حومد امتدادا إلى حارة الحرابلة وميسر وجزماتي. ونحن الآن متواجدون على دوار باب النيرب مع رجال الله رجال الجيش العربي السوري، والآن تستمر قواتنا بالتقدم باتجاه منطقة الفردوس والسيطرة أيضا على منطقة الصالحين وتمشيطها من قبل وحدات الهندسة. تلك هي سيارة إسعاف التابعة لتنظيم جبهة الإرهاب، كانت تقوم بنقل القتلى والمسلحين والمصابين، ولكن تم استهدافها بصاروخ موجه وتدمير بمن فيها. لا تزال وحدات الجيش العربي السوري تقوم بملاحقة فلول الإرهابيين بعد تفيد بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد في منطقة المرجي البلورة باب النيرة، والآن نقوم بمتابعة فلول بتفيد بخسائر فادحة في الصالحين والفردوس. الحمد لله معنويات عالية، وإن شاء الله لاحق فلول الإرهابيين في كل شبر من سوريا. نحن الآن بأحد مقرات التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لجبهة النصرة، بأحد مقراتها تلك الخريطة التي كانت تدور بها المعمليات العسكرية لديهم. الآن كما تشاهدون بعدسة الإخبارية السورية ذلك مكتوب عليه المجاهدون الأشداء، وهذه التسمية أطلقوها بالنسبة إليهم إلى المقاتلين الانغماسيين والانتحاريين وأرسالهم إلى النقاط الأمامية مع الجيش العربي السوري، ولكنهم دحروا أمام رجال الله الجيش العربي السوري. أثناء تمشيط المنطقة وتقدمنا مع الجيش العربي السوري والقوى الرذيفة له، تم العثور على إحدى المصانع التي تتم فيها صناعة العبوات الناسفة وطبخها. من الظاهر بعدسة الإخبارية السورية أن تشاهدون موجود علامات وجود خبراء أيدي أجنبية، الكتابات موجودة. انتصارات وإنجازات لرجال الله رجال الجيش العربي السوري في الميدان في الأحياء الجنوبية لمدينة حلب، ويسيطر على عدد كبير من الأحياء. أحمد صادق للإخبارية السورية من حي باب النيرب. وفي حلب أيضا واكبت الإخبارية السورية دخول وحدات من الجيش العربي السوري لأحياء حلب القديمة بعد السيطرة عليها. مراسل الإخبارية السورية نصر رمضان والتفاصيل. مشاهدينا مشاهدي الإخبارية السورية، نتجول بعدسة الإخبارية السورية في أرجاء المدينة القديمة، هذه المدينة التي تضم عشرات الأحياء والتي عادت قوات الجيش العربي السوري كامل سيطرتها عليها، وتعمل وحدات الهندسة بطبيعة الحال على تفكيك الألغام والمفخخات ومراقبة الأنفاق التي حفرتها المجموعات الإرهابية المسلحة، كما نشاهد إضافة يعني إلى التفجيرات التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة التي طالت أماكن أثرية وتاريخية وصولا إلى قلعة حلب. اتخذت هذه المجموعات الإرهابية الحارات الأثرية كمتارس كمقرات، وأيضا طالها الخراب والدمار أيضا في هذه المنطقة تحديدا من المدينة القديمة. هذه هي ساحة الحطب، كما نشاهد تحولت إلى حفرة عميقة جدا نتيجة التفجيرات الإرهابية التي طالت المدينة القديمة. كل من يشاهد اليوم المدينة القديمة يمكن له أن يحزن، ومتاح له هذا الأمر ومباح أيضا
هذه الساحة التي كان يجتمع بها فيها أبناء مدينة حلب، الحفلات الموسيقية، الأمسيات الأدبية، الأماكن الأثرية، كل شيء كان هنا في هذه المنطقة، كل شيء كان يعبر عن مدينة حلب بات كخراب، بات خراب ودمار. أول شيء المشاهد كثير حزينة، مؤلمة جدا وموجعة لأي حدا سوري، يعني بتشم ريحة تاريخ موجود بحلب القديمة، بتحس إنه الحجر بيحكي، بس للأسف يعني إنه عم نشوف إنه كتير في دمار ومتهدمة. المسلحين قاموا بتفخيخ الأبنية، بتفخيخ الصناديق، المساتر تبعوتين، ونحن عم نمشي الأبنية، تم يعني خراب مثل ما أنك شايف، خراب كبير. إذا ما شاهدنا حجم الدمار والخراب يمكن الحديث بأن ما عجز عنه التتار والمغول، ما عجزت عنه الزلازل قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة. الجيش العربي السوري فتح باب النصر وأعاد لمدينة حلب وأهلها شموخ قلعتهم. أنس رمضان، الإخبارية السورية، من داخل المدينة القديمة. الإخبارية السورية رصدت لحظات خروج الآلاف من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وقد اتجهوا إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري. وليد هنايا. نحن متواجدين عند معبر البلورة، هذا المعبر الذي نتابع من خلاله خروج آلاف المدنيين، ونتابع الصورة باقتزاز المدنيين القادمين من الأحياء الشرقية، منطقة الصالحين، منطقة الفردوس، منطقة الشيخ سعيد، وعدد من المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. اليوم تتوافد من تلك المناطق عدد كبير من المدنيين، نحن نتحدث عن آلاف المدنيين وعن كافة الوسائل المهيئة وسائل النقل لتأمين المدنيين وإيصالهم إلى السكن البديل. زلونا زلية لا أول ولا أخيرة، والله العظيم يعني جوع، عم ننام جوعاني، بابا إيش بدهم لسا يطلعوا يطلعوا شان ما يصير دمار يصير دم. والله الطريق الحمد لله تعذبنا شوي، بس أهين من البركة من هنيك. أبدا الحمد لله. عم شوف ما شاء الله أعداد كبيرة، كيفك قدرتوا تفكوا من المسلحين؟ والله طلعنا وقت الصبح الساعة 3 الصبح، 3 بالليل، بنص الليل طلعنا والله، ويعني نمشي يصير ضرب رصاص علينا شلون ما نعرف نمشي، والله ما سألنا يعني قذائف حتى علينا ما سألنا. نحن الأولاد الزنبون. إذا متابعي الإخبارية السورية، نحن مستمرين عبر رصد حركة خروج آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية، ذكرت لكم من عدد من المناطق الأحياء الشرقية، ونتابع أيضا حركة عبور المدنيين وتأمينهم من قبل أبطال الجيش العربي السوري المتواجدين على طول هذا المحور، محور البلورة، من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الآمنة. متابعي الإخبارية السورية، عدسة الإخبارية السورية ترصد لكم واقع عبور آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الغربية، النقاط التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، والحكومة هي مستعدة لاستيعاب هذا العدد وتأمينهم، ونحن نتحدث عن خروج آلاف المدنيين الذين يتحدثون عن ما تعرضوا له من إساءة من قبل الإرهابيين، وهم الآن متواجدين في الأحياء الآمنة ويحتفلون بالنصر مع أبطال الجيش العربي السوري. الثالثة متواصلة وتتابعون فيها. شهداء وعشرات الجرحى باعتداءات إرهابية على أحياء في مدينة حلب. نحييكم من جديد.
زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عددا من المواقع العسكرية بريف اللاذقية الشمالي، كما زار عددا من الجرحى ونقل لأبطال الجيش السوري تحية الرئيس بشار الأسد وتقديره لتضحياتهم وللانتصارات التي يحققونها. سيدي ممثل القائد العام للجيش والقوات المسلحة، المقاتلون جاهزون لتلقي التوجيهات والتعليمات. أحييكم أيها المقاتلون. نحن فداء الوطن والقوة والقائد المتى بشار الأسد. زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عددا من المواقع العسكرية بريف اللاذقية الشمالي ونقل لأبطال الجيش العربي السوري تحيات الرئيس بشار الأسد وتقديره لتضحياتهم وللانتصارات التي يحققونها، مؤكدا أن أبناء الوطن جميعا يعتزون بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كل الجبهات والميادين التي أفشلت ما أراده أعداء سوريا من تدمير لمقومات صمود الدولة وحرفها عن خطها الوطني والقومي. التقدير والمحبة الكبرى من السيد الرئيس بشار الأسد الذي حملني كل المحبة والتقدير لكم على تضحياتكم الكبيرة وعلى ما تقوموا فيه من انتصارات اليوم. نحن أبناء الوطن نعتز فيكم وبانتصارات قواتنا في كل الجغرافيا السورية. اليوم نعيش أيام نصر بفضل التضحيات الكبيرة التي تقومون فيها بشكل يومي، ونحن وزملائنا بعملنا الحكومي دائما نستمد القوة والعمل والتضحيات من خلالكم أنتم ومن خلال الانتصارات وما تقوموا فيه بشكل يومي من إنجازات عظيمة في التصدي للحرب الكبيرة، الحرب الظالمة اللي جاءت هي اللي تدمر الدولة السورية، وأنتم قلتم أبيتم إلا أن تكون هذه الدولة صامدة وقائمة إلى الأبد. وفي السياق نفسه زار رئيس مجلس الوزراء عددا من جرحى الجيش العربي السوري في مشفى الشهيد زاهي أزرق بمدينة اللاذقية، واطلع من مدير المشفى على واقع العناية العلاجية والصحية المقدمة لهم ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس الأسد. كما استمع المهندس خميس من الجرحى عن ظروف إصابتهم ومتطلباتهم، مؤكدا أن تضحيات أبطال الجيش العربي السوري أسهمت في تعزيز مقومات صمود سوريا وصنع انتصارها في وجه أعتى حرب إرهابية. وأعرب الجرحى عن تقديرهم لهذه المبادرة وافتخارهم بانتمائهم للجيش العربي السوري صانع الانتصارات. الحمد لله على السلامة. معافى. وين صوبت أنت؟ والله صوبت هون بريف اللاذقية. كيف صرت هلا؟ والله الحمد لله. وين إصابة؟ طلق ناري بالصدر، صار معي شلل سفلي. والله كيف صرت أحسن؟ الحمد لله. في تحسن؟ أنت نحن بنعتز فيكم وبنفتخر فيكم بتضحياتكم، التضحيات الكبيرة هي اللي سطرتوها هيك بسوريا في سبيل الدفاع عن سوريا والحفاظ على سوريا، كل السوريين بحبوكم. لكن المحبة الأكبر من السيد رئيس بشار الأسد هو اللي بعثني أنا وزملائي الوزراء لنسلم عليكم. بنقصك شيء؟ لازم شيء؟ في شر بيلزم شيء؟ أكيد بدنا ننتصر، ما هي معنويات عالية. نحن جايين نستمد القوة هيك منكم هلا. أنتم صنعتوا نصر سوريا، نصر حلب، هذا كان بفضل جهودكم وتضحياتكم، فكل السوريين بيقدروكم. والتقدير الأكبر من السيد رئيس بشار الأسد أرسلنا لنقلكم محبته وسلامه. بإيدك بساق؟ بإيدي وشظاي بجسمي. شظاي بجسمك. كيف صرت هلا؟ الحمد لله أحسن. هي تضحياتكم كبيرة ومقدرة من كل السوريين، كل الناس بتحبكم، هاي وطننا. شو ما والتقدير الأكبر هو من السيد رئيس بشار الأسد اللي خبرنا هيك، اللي أرسلنا نحن نسلم عليكم ونقلكم محبته. الله يسلمك. أنا وزملائي الوزراء. الله يديمكم في قلبك كامل. الحمد لله الوطن. الله يسلمك يا رب. أنا وياك عادي بإذن الله. نرجع وننتصر بإذن الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وسيم. وين كنت عم تقاتل ب؟ صبت هناك وين؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله. أكيد في شراسة بهدول الإرهابيين، بس بالتأكيد ننتصر عليهم وراح نرجع. بالتأكيد راح ننتصر عليهم يا كلنا إن شاء الله بهمة الشباب المطلق. بالتأكيد راح ننتصر عليهم. شارك المهندس خميس في الزيارة وزراء الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والصحة والتعليم العالي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والموارد المائية. ارتقى 11 شهيدا جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظامين التركي والسعودي، وذلك بعشرات القذائف على منازل المواطنين في مدينة حلب.
مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قال إن التنظيمات الإرهابية استهدفت بعشرات القذائف الصاروخية أحياء الأعظمية والحمدانية وحلب الجديدة وبستان الزهرة وسيف الدولة وحلب القديمة والشعار والجميلية السكنية في مدينة حلب. وأضاف المصدر أن الاعتداءات أدت أيضا إلى جرح 128 شخصا بعضهم في حالة خطرة. الرحمة والخلود لكل الشهداء والشفاء العاجل لجميع الجرحى. هذا وكانت الإخبارية طارئة أهالي حلب بما تم إنجازه على يد الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية. إن شاء الله راجعين بكل فخر واعتزاز لحلب، يعني حلب صامدة بكل الظروف اللي عدت فيها صامدة إن شاء الله، ورح نرجع وترجع أحسن من أول. ألف حمد لله عن انتصارات الجيش العربي السوري. الله يحمي الجيش العربي السوري يا رب، ويحميهم يا رب على هالانتصارات. وكل الشعب الحلبي مبسوط ومكيف وفرحته، ما حدا بيعطيها لحدا، كل البيوت ما في بيت بتدخلي له إلا هو مبسوط وممنون من هالشيء. امبارح العالم بالليالي عم تزلغط وبتفرح ومبسوطة كأني فرحة في بيتهم، يقولوا الحمد لله على الانتصار اللي عم بصير، والله يحمي الجيش يا رب. نحن فرحتنا كبيرة كتير كتير، بتجنن فرحتنا. إيش قد من قلت لك إنه اللهم صل على النبي على هالانتصارات العظيمة المفاجئة. حيي الجيش العربي السوري البطل الذي هو لازم ينتصر على هذا الإرهاب التكفيري الظلامي. نحن من نحاربهم بفكرنا وعلمنا ومحبتنا وصبرنا لهذا الوطن. منقول الله ينصر الجيش العربي السوري، وإن شاء الله بتتحرك الحلب. الحمد لله لين الجيش العربي السوري. حلب هي يعني بتبقى الأم وبتبقى هي التاريخ يلي بنوه أجدادنا، وإن شاء الله نحن ما رح نخجل أجدادنا، وبدنا نبنيها، نرجع نبنيها حجرة حجرة. رجعوا على حلب وبإذن الله الجيش أخذ المناطق وكلياتنا نرجع على بيوتنا وما ضل شيء، وهمة الجيش كله دي يرجع على بيته وما ضل شيء. الحمد لله رب العالمين، معنويات عالية، إن شاء الله رح نقمع الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله. والله معنويات عالية بفضل الجيش العربي السوري، وهي حلب ستنتصر في النهاية. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إعادة الأمن والاستقرار إلى 93% من الأحياء الشرقية لمدينة حلب بفضل العمليات البرية الناجحة للجيش السوري. هذا ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير العمليات في هيئة الأركان الفريق سيرجي روتسكوي أن طلعات سلاح الجو الروسي والسوري فوق مدينة حلب لا تزال متوقفة منذ 18 من تشرين الأول الماضي، مبينا أن النجاح في إعادة الأمن والاستقرار إلى 52 حيا من الأحياء الشرقية تحقق بفضل مجموعة القوات البرية التابعة للجيش السوري. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المنطقة دخلت في مرحلة جديدة وهناك مشاريع على هوية الانهيار والهزيمة النهائية، مشيرا إلى أن تداعيات الانتصار القائم والموعود القريب في حلب ستكون على كل المعركة في سوريا والمنطقة. هذا وأشار السيد نصر الله في كلمة متلفزة الليلة إلى أن بعض الدول الغربية والبارحة أن بعض الدول الغربية ترعى وتمول وتساند الإرهاب، وهذا ما اعترف به الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وقبله نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، وأبرزته الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون واعترافات كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين. وكل هذا الإرث الحضاري. إلى دير الزور، حيث أسقطت حامية مطار المدينة العسكري طائرة مسيرة عن بعد كانت محملة بقنابل عائدة لتنظيم داعش الإرهابي، كما أسقطت وحدة أخرى طائرة للتنظيم الإرهابي المذكور في منطقة هرابش محملة بقنابل ومسيرة عن بعد. طبعا هذه بقايا طائرة الاستطلاع الذي كان يستخدمه عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتم اسقاطها في محيط جبل الثردة. طبعا هذا النوع من الطائرات هو للمرة الاولى الذي نرصده هنا في دير الزور. طبعا الطائرات كان التي تم اسقاطها في الفترة السابقة تختلف عن هذه الطائرة، يعني هذا يؤدي الى ان هناك ارتباط بين تنظيم داعش الإرهابي والدول الداعمة له، ان كان دول الخليجية او تركيا. قامت وحدة من قوات جيش العربي السوري المتواجدة في محيط جبل سردة واحد بإسقاط طائرة الاستطلاع المسيرة. الطائرة كانت تقوم بالتصوير ونقل مباشر وبث مباشر إلى المسلحين. فقواتنا الموجودة في محيط جبل سردة تمكنت من إسقاط هذه الطائرة. طبعا وحدات المراقبة والرصد هي التي أدت إلى كشف الطائرة ومن ثم إسقاطها.
وفي حماة رصدت كاميرا الإخبارية بعض تفاصيل في يوميات متطوعات مع الجيش العربي السوري. ترصد مريانا امتداد جغرافيا البادية كالمعتاد في أحد نقاط التثبيت لحماية طريق السلمية إثري حلب. تطوعت قبل عدة شهور لتشارك أخيها جبهة حماية المنطقة في صفوف الجيش، والحال مشابه لعدة فتيات تشاركن أخوة السلاح والدم في الميدان. تخصصنا هؤلاء الفتيات بسلاحي القناصة ومرابض الهاون بشكل أساسي بعد عدة برامج قتالية احترافية. كما يقول قائدهم كان لهم حيز هام في تنفيذ كمائن ناجحة على تحركات إرهابيي داعش في تسللاتهم على طول الطريق. نحن مجموعة خنساء انتسبنا إلى صفوف الجيش العربي السوري للدفاع عن الوطن وأرض الوطن، وخضعنا لدورة تدريبية وتدربنا على جميع أنواع الأسلحة، منها بالأخص منها الهاون والقناصة، ونفذنا عدد كمائن ليلية ونهارية وجميعها بفضل الله كانت ناجحة. تدربنا هؤلاء الفتيات على استعمال الكثير من صفوف الأسلحة وتحديدا مرابط الهاون واللواتي، احترفنا العمل بها وضرب أي تحرك إرهابي وتحديدا من تنظيم داعش الإرهابي على الطريق البري الواصل من مدينة السلمية إلى حلب. تشرح لي مريانا مع رفيقاتها تكنيك قذيفة الهاون بمعلومات دقيقة عن أصغر تفصيل يتعلق بها قبل أن يثبتوا للكاميرا براعتهن. عدة كيلومترات يبعد هذا البيت المهجور المنشود الملامس لرياح صحراوية عتيدة، لم يحتجن أكثر من قذيفة واحدة لإصابة محققة فيه، فتركيب المربط والضرب والنتيجة الدقيقة لم تستغرق أكثر من دقيقتين وبضع ثوان. كانت مهمتي كقراءة مجموعة هو التواصل مع القائد والمجموعة وقصد الأهداف وتصحيح النيران. يقدمنا هؤلاء الفتيات صورة جديدة قوية عن الدور التاريخي الفعال الممتد للمرات السورية وبالأخص اليوم بالحرب على الإرهاب في بلدهن بكافة الميادين وفي طليعتها القتال والمواجهة. للإخبارية السورية خالد الخطيب، إثريا، طريق السلمية حلب. إلى العناوين. الجعفري يؤكد أن كل المحاولات المستميتة لتشويه الحقائق لن تثني سوريا عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب. الخارجية السورية تؤكد استعداد سوريا لاستئناف الحوار السوري دون تدخل خروط مسبقة. والجيش السوري يعيد الأمن والاستقرار إلى مزيد من الأحياء في حلب ويؤمن خروج المدنيين من أحيائها الشرقية. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم تصفح موقع الإخبارية السورية على الإنترنت والاستفادة من خدمة تيليجرام الإخبارية على الهواتف المحمولة. لكم تحيات فريق العمل، ولقاؤنا يتجدد على رأس الساعة 5. إلى اللقاء.